التعيينات في اجهزه منتخب مصر. كنا بنلوم دايما على الاتحادات المتعاقبه موضوع المجامله، وانا لسه بقول اهو المهندس هاني قلنا ان هو الناس متوقعه منه انه مش هفيه مجامله. الاسماء او طريقه الاختيارات كانت عامله ازاي؟ طريقه الاختيار انه بيقعد المهندس هاني بوريدا، او قعد المهندس هاني بوريدا مع كابتن هاني رمزي مع كابتن حماده مع كابتن علي ماهر، كل واحد على حده، انتوا اللي هتيجوا تقدموا سيفيهات عشان الامور تمشي بشكل كويس. حصل، بتترفع السيفيهات دي للكابتن محمود سعد، مش بس الثلاثه، مجموعه تتصفى وتروح للجنه الفنيه اللي فيها كابتن مجدي عبد الغني وفيها كابتن حازم امام، بتخلص وتترفع لمجلس الاداره يتقال ان هو ده هو ده هو ده كابتن حماده صدقي وكابتن علي ماهر وكابتن هاني رمزي. كابتن هاني رمزي كان تشكيله فيه طارق السيد، هما بيحطوا بقى اللي هما عايزين يحطوهم، كل واحد بيحط التاتش بتاعته وفقا بقى طارق السيد وطارق السعيد وهشام عبد المنعم وخالد مصطفى، ده التشكيل بتاع كابتن هاني رمزي. تشكيل كابتن حماده صدقي في وليد عطيه وتامر حسني وتامر حسن واسامه حسني وابراهيم عبد العزيز، هم فوجئوا بانه في اسم في الاخر اتحط اسمه ابراهيم عبد العزيز، ماشي كده، محطوط باليد، هيبقى يجي وقت كده اقول لحضراتكم مين اللي حط الاسماء دي بالايد. منتخب 2002 علي ماهر مدير فني مع كابتن مدحت عبد الهادي ومع حمدي حمدان وعمر النور ومحمد عاشور، محمد عاشور محطوط باليد. محمد عاشور لما اتحط قال لهم انا انتوا كنتوا متفقين والكلام اللي كان معايا كان على ان انا مدرب عام مش مدرب حراس، مش عايز وما جاش. خدوا بالكم انه التلات اجهزه فنيه بالكامل لحد دلوقتي ما وقعوش، لحد دلوقتي ما وقعوش. طب اقول لكم على حاجه تانية، كابتن احسان الشحات شقيق الكابتن اكرامي الشحات، كابتن اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي السابق، كان اسمه محطوط في منتخب 99، قالوا له بص العصفوره وراح شايلين اسمه، بص العصفوره كده فوق شايلين اسم كابتن احسان الشحات. كان معايا كابتن احسان الشحات والمفروض ان هو كان هيبقى معايا ضيف في البرنامج حقيقة، انما الظروف هيبقى موجود معانا خلال الاسبوع ده كابتن احسان الشحات، لان عنده كلام مهم جدا في القصه دي. طيب الاختيارات دي بشكلها كده بعد ما قعدوا مع الناس وكل واحد حط التاتش بتاعته والاسماء اللي اتضافت والاسماء اللي خرجت والاسماء اللي عملت، ما اتفقوش معاهم كانوا على موضوع الاعلام، وبعدين جم بقى نخش في قصه ان هو طب نساوم في ايه، طب نحط لكم فلوس، طب نشيل فلوس عشان اشتغلوا في الاعلام واشتغلوا هنا وتعملوا كذا وتعملوا كذا، ما عرفوش يعني مش عارفين يعملوا حاجه لانه الاجهزه الفنيه شغاله في الاعلام. طب يا جماعه قصه تفرغ ولا قصه فلوس؟ يعني هي اي حاجه من الاثنين، احنا بنتفرغ عشان المنتخب ولا قصه فلوس فنخصم منهم فلوس؟ انا جبت مثلا كابتن علي ماهر المره اللي فاتت قال لك انا من خلال شغلي بعرف استفاد من ان انا بتابع كل الدوريات وبتابع كل حاجه، عندي معلومه كامله وانا مش شغال طول السنه، وجهه نظر. مجلس جمال علام، المجلس الذي يوصف بانه قولوا انتوا بقى اضعف مجلس اداره جه في تاريخ الكره المصريه، مش هو بتوصف كده يعني كل ما يجي اللي انا جبت لكم بيانه امبارح وشفته كان عامل ازاي؟ طيب المجلس ده مشى كلامه على الاجهزه الفنيه اللي كانت موجوده لما مالك ما اشتغلش في الاعلام، يعني مشى كلامه على كابتن حسام البدري مدير فني المنتخب الاولمبي، واحترم الكابتن حسام البدري خلاص لايحه، مفيش شغل في الاعلام، مفيش شغل في الاعلام. طيب اليومين اللي فاتوا دولت حصلت حاجه بقى، اتحاد الكوره كده عمل قرار، مش قرار سري، كلام يعني، انه مدربي منتخبات الناشئين اللي هيرفضوا ترك التحليل ويبقوا موجودين في يعني عايزين يبقوا محللين في القنوات او يظهروا في القنوات الفضائيه ويبقوا موجودين في التدريب هيترفضوا. الأجهزة الفنية الثلاثة اللي هتمسك بالتحليل يترك التدريب، ماشي كده. طب ايه اللي حصل لو الكلام اللي حضراتكم شايفينه ده مش صح؟ طب ايه اللي حصل النهارده؟ كابتن علي ماهر اعتذر عن قادة منتخب 2002 لما لقى ان هو كده ولا كده، طب هتمشي يمين ولا تمشي شمال؟ النهارده الراجل راح منزل بيان قال لك اعلن اعتذاره
عن تدريب منتخب الشباب مواليد 2002 بعد رفض مجلس إدارة الاتحاد إحداث تغييرات رقم واحد في جهازه المعاون، لأنه زي ما قلت لكم امبارح خد فلان غصب عنك، فالراجل بيقول مش هاخد حد غصب عني عشان أنا عايز أنجح، لا غصب عنك. فقال لهم طب أنا عايز فلان فلاني، لا مش هينفع. فده رقم واحد. كمان فكرة الجامعة بين التدريب والجامعة بين الإعلام، فالنهاردة قال إنه السبب في اعتذاره عن استكمال المهمة هو رفض الجبلاء اللي عمله في الإعلام، واللي بيرى إنه بيثقل مهاراته كمدرب محترف، وهو قال لنا الكلام ده كان قبل كده. وكمان قال إنه عرض التنازل عن جزء من مستحقاته لاستكمال عمله في الإعلام، لكن طلبه قوبل بالرفض. وقال إنه الاتفاق معاه كان في البداية على اختياره للجهاز المعاون فضلا عن السماح له بالإعلام، لأنه فوجئ بتغيير في الاتفاق، وهو الأمر الذي أجبره على تقديم اعتذار عن استكمال المهمة. وانتوا عايزين حاجة تانية أكتر من كده؟ ده راجل محترم، قال لك انت تقعدوا بقى يعني أنا بأمانة شديدة، بأمانة شديدة أشوف فكرة إن أنا مثلا شغال، اضرب مثال على نفسي انا عشان لو مثال سيء يبقى انا اللي يعني يبقى عليا ده. يعني مثلا جيت انا اتعاقدت مع قناه دي ام سي، فجيت والله قالوا لي ابراهيم احنا عايزينك تبقى موجود معانا، شرفني طبعا، بس والله انت مش تختار حد من الجهاز المعاون بتاعك، مش تختار حد من فريق الاعداد، نجيب لك فلان وفلان وفلان. طب يا جماعه ما اشتغلش معاهم، لا هو كده بالاجبار، وان كان عاجبك، واحنا قناه دي ام سي اي حد يتمنى. عمر ما هتلاقوا حد عايز ينجح بيقول كده نهائيا. فتلاقي كل الناس اللي بتنجح في الدنيا يقول لك ايه، اتفضل تعالى تشرفنا، اختار الناس بتاعتك، اختار المجموعه اللي انت عايز تبقى موجود فيها، المجموعه اللي تنجحك. ده قرار الناس الناجحه، يعني هو بياخد قرار، الاداره تاخد قرار عشان تنجح. يقول لك والله بس مش تاخد فلان الفلاني وعلان العلاني وبتاع ومش عارف ايه، خد لنا بس اصل ده صحفي كبير قوي مهم وفي وخد فلان الفلاني مش تنجح، والله العظيم ما تنجح، والله ما تعدي، والله ما تبقى حاجه. طول ما هم في ناس تفرض عليك الوصايه في شغلك في دماغك عمرك ما هتبقى حاجه وعمرك ما هتوصل لحاجه. فاتحاد الكوره جاب ثلاث اسماء، ثلاث اسماء لا خلاف عليهم، لا خلاف على اسم هاني رمزي، لا خلاف على اسم حماده صدقي، لا خلاف على اسم علي ماهر، الثلاثه ثلاثه ثلاث مديرين فنيين ما حدش يختلف عليهم، تاخد بقى تقدير واحترام وشغل فني و الثلاثه ثلاثه. بس ما ينفعش انا اجيب ثلاث مدربين واختار لهم انا الجهاز المعاون يا جماعه، يعني هو في كده في الدنيا؟ مفيش، انما هيفضل موجود. الدوز عالي النهارده شويه بس واحد زهق بصراحه، وبعدين طولها زي عرضها يعني زي ما بيتقال، مش قالك ما تفتحش صدرك قوي، فاحنا بنفتحش صدرنا غير في الحق يعني.